لقينا هذا البوت كان 800 درهم، صار 600. بعدين قالت لنا اللي بتشتغل هون انه 40% خصم على هذا الرقم الجديد. يعطيكم العافية، هنا خلصنا تدريب اظن واضح. بس رحت جبت انا سبانيش ايس لاتيه من هذا المحل اسمه فيروز جنب النادي بالضبط. المرة الجاية اذا عجبني ودخلت عليه مرة تانية بصور لكم. هو قريب على النادي فاني على الارجح اجرب اكثر من شغل من عنده، بس بحب هيك اجرب اكل وشرب جديد. فانا شرب هذا اول مره بجرب ايس سبانيش لاتيه، خلينا نشوف كيف. اللي كانت تشتغل حكت لي انه سويت، وانا بدي اشي سويت وبارد. خلينا نشوف، اعتقد اني لازم اخلطه بالاول. خلطناه شوي شوي، او مش شوي شوي، خلطناه صار لون واحد. اوكي بسم الله، والله نايس، حلو، عجبني صراحة. أنا صراحة ما بدول إني من عشاء القهوة وما بشرب قهوة كتير، ولكن بحب أجرب كل فترة وفترة، بالذات إني لسه بدي أرجع البيت وبدي أعمل إديتينج هالشغلات، فكون حلو لو إني كنت مصحصح وأنا بشرب وأنا بشتغل. عن جد ظريف ظريف سبانيش آيس لاتيه. وبعد التدريب هيك الواحد يبرد لحاله شوي. ما أعرف صراحة قديش صحي هذا، ما أظنش هالقد صحي، ما بعرف صراحة ومش كتير مهتم. السبب إني مش كتير مهتم إني أنا بعرف إني حعرق كل اللي أنا بشربه بكرة، بالذات إنه أيام الخميس الكوش بيحب يشد علينا شوي، فا يعني مش قلقان كتير صراحة. هاي هذا النادي تبعنا Entropy Jiu-Jitsu. أوكي أنا خلصت المشروب. ليش هيك شربت انا هاي الشفطه؟ لانه تحت فيه كراميل، ولاحظت اني اذا رجعت طلبت هذا بالمستقبل لازم اطلب من الشاب يضيف لي كراميل زياده. انا بشكل عام بحب الشغلات اللي هي على الناحيه الحلوه، بس كمان لازم ادير بالي من الشغلات اللي فيها حليب، انواع حليب معينه بتسبب لي حساسيه لاني انا لاكتوز انتولرنت، يعني عندي حساسيه ضد اللاكتوز. فيمكن خلينا اشوف رايكم، يمكن لازم اجرب شغلات زي حليب الالمند ميلك وما اعرف شو الميلك وهاي الشغلات، مع انها يعني غاليه بس بنجربها ونصورها بنشوف، يعني ما بنخسر شيء. وهيك انا بحب يعني اقترحوا علي شغلات، سواء انتم عايشين دبي او برا دبي، شغلات بدكم يعني اجربها، شغلات سمعتوا انها حلوه مش عارفين اذا انا جربتها او لا، بنجربها مع بعض يعني على الفلوج او بالفيديو. فبصير هذا، وانا هيك عندي هذه الفكره او هاي الرؤيه، انه الفيديو بيكون مزيج من يعني دروس على فلوج، على نجرب شغلات جديدة، على يعني هيك شغلات. فأنا حاسس إنه هذا ممكن يضيف نقول مذاق حلو على الفيديو نفسه. فاقترحوا، أنا حاب أسمع منكم يعني شو شغلات حابين تشوفوها. بحترم لما تقولوا لي محمد ضلك مكمل زي ما أنت هيك، لأنه بعرف إنه كتير منكم مش حابب يضغط علي زيادة، بس أنا حابب فعلا أسمع منكم إنه محمد طب شو رأيك تجرب هذا الإشي. بخلي هاي الأشياء في بالي، انه والله في حدا اقترحها، في حدا حابب يشوف هذا الاشي. هلا يمكن تكون في طلبات اقدر بسهوله البيها، ممكن في طلبات بحتاج شويه وقت، ما بيعتمد صراحه، بس انا بقول اطلبوا يعني مش غلط، واحد بحاول. شوفوا هالمنظر، هينا احنا جنب دبي مول برج خليفه كمان. شوفوا حتى مش قادر اصوره لبرج خليفه، سبحان الله لانه هو كبير. هدول عندكم بعض البيوت، بعض البنايات اللي جنب دبي مول. هنا شارع حلو بحب اجي هون. وبعدين هلا بنشوف شارع الشيخ زايد اللي هو يعني يمكن اهم شارع في دبي صراحه. هون راح يكون الشارع، شايفينه؟ هلا شوفوا الحركه السينمائيه هاي، يا الله علي شو اني مبدع. شوفوا من المرايه هون، ما اعرف اذا ببين شيء من هون لهيك زودتها، بس هون والله منظر حلو. خلينا نستنى في العماره. اوكي هي المنظر، غير ريز الرادار بلاش بشوفه. هون المي على فكرة، هذا الشارع اللي أنا باجي عليه لما أرجع من النادي. بالنهار منظره مختلف تماما، بس بالليل لأنها بتكون كتير عتمة بكون شيء واضح منه، فحبيت أن أستغل هاي الفرصة وأوريكم. هذا كتير حلو الشارع، مشكلته الوحيدة أنه شوفوا السرعة، لازم تكون ماشي 60 كيلو بالساعة، فالواحد بضل سنة هو عليه، بس مو مشكلة يعني على الأقل بديك بستمتع بالنظر لأشجار النخيل والشارع طويل. شوفوا كيف منظره، يعني طبعا في رادارات كل كيلومتر
حرفيا يعني. شوفوا حطينا هاي على التيك توك، طالعين عمان. انا اخوي هلا بده يضل مجهول لفتره، مش مشكله نحترم قراراته. رايحين على ابن بطوطه، خلينا نوريكم اياها. هنا احنا باركينج ابن بطوطه. شوفوا انا حبيت اصور لكم من برا. فكره المول مستوحاه من الزلمه نفسه ابن بطوطه، اللي هو لف العالم او راح بلدان مختلفه. فحتى من جوا المول في اقسام مختلفه حوريكم اياها. بس شوفوا من برا كيف، على اساس ان هذا مصر. نشوف من جوا كيف كان شكله. بس احنا هنا بمصر، هون دخلنا. شوفوا هم الرسمات اللي على الحيطه، هم هاي اللي بتميز الاشياء. اما المحلات طبعا من جوا محلات عاديه. فحتى هيك من فوق، فاظن في عندهم كمان هون. احنا مصر، في الصين، في الهند، ايش في كمان، ايش في كمان، ما بعرف. هيك بالنص يعني، على اساس انك هيك عم بتسافر. اوريكم هالشغله بالنص هون كمان، في شغلات بحطوها في المول هيك. في كتابات معينة تقدروا تيجوا تقرأوا انتم المكتوب هون. بس الفكرة انه هذا المحل بالنص بربطك مع يعني سكشنز مختلفة. فهو هيك يعني صراحة، لانه واحد يجي ويشوف من جوا كثير حلو. بس بشكل عام انا والعيلة او انا واخوي ما بنيجي هون كثير. سمعنا انه في شغلات يعني زي ما تشوفين في عروض وهيك، بس جايين نشوف. انا هلا بشرح لكم شو عقليتي من ناحية شراء الاشياء. فهم هيك تغيير جو صح. بس عادة بروح على مول الإمارات اللي صورت لكم اياه من قبل، ما صورته منيح، كنت مستعجل ميتها. بس هذا كمان نوت باد هيك كل فترة فترة. لقينا هذا البوت كان 800 درهم، صار 600. بعدين قالت لنا اللي بتشتغل هون انه 40% خصم على هذا الرقم الجديد. شوفوا شو لابس الجديد الترا بوس. خلنا اوريكم هون بالكاميرا. والله عجبوني كثير هيك، كثير عجبوني. وهيك الحمد لله كمان اللبس بتساعد، اسود ابيض، بوت اسود ابيض كثير مريح كمان. فيعني اظن اشتري هلا. انا بحياتي يمكن ما شريت بوت ما كنت حاطط عين عليه وشريته فجاه. ف بدي اعطيكم نصيحه بخصوص نوعيه البلايز اللي بتجيبوها للرياضه. انا بنصحكم كثير بالقطن، زي ما شايفين هذا قطن. اشي ما بنصحكم فيه اللي هو شغله زي هيك، اظن بوليستر او شيء مثلا. خليني اشرح لكم. هاي ماشي حالها، هاي قطن، هاي قطن. شغله زي هيك. خلينا نشوف مع بعض شو نوعيتها. لسه مو هون مبينه، من تحت يمكن. شوفوا 100% بوليستر، ما بنصح فيه ابدا ابدا. مش لإشي، بس ممكن يبلش يطلع ريحة وهيك. أما القطن كتير أحسن مع الريحة والعرق. الحمد لله تمت عملية شراء البوت بنجاح. هذا محل تاني. شوفوا اللي حلو في المحل إنه إذا كانك على مضمار سباق. زي ما شايفين هذا الجزء الخارجي من المول، هذا القسم الصيني أو قسم الصين. فحتى بحاولوا من برا إنه يكون شكل المول بوحي زي اللي موجود جوا. شوفوا كيف. فزي ما قلت لكم يعني هو مول حلو الواحد يجي ينوع فيه، بس صراحة إحنا ما بنجي عليه كتير. بس والله اليوم افسر اذا هو لحاله ولا المولات كلها عامله عروض. بس كان عنده عروض مش بطاله اليوم. هاي كمان هون المنظر زي ما انتم شايفين. هاي كيكه كوكي دو من محل اسمه كولد ستون، ما بعرف اذا بتعرفوه. جبنا منها قبل فتره، يوم ما صار عندي نوبه الازمه، نوبه الربو، فما اكلت منها ذاك اليوم. فاليوم بدي اكل منها، ندوقها مع بعض. خلينا نشوف كيف طعمها. بسم الله. هي صار لها فتره طالعه فالبوزه دايبه شوي. خلينا ندوق. نايس نايس. صعب اشرح لكم شو الطعم. الكوكي دو هو الكوكيز، نعرفها احنا صح، احط لكم صورتها. الكوكي دو هي عجينة الكوكيز قبل ما تنخبز. المفروض انه الايس كريم على طعم هذا الكوكي دو. الحلو انه الطعم خفيف، يعني ما بتحس كل لقمة زي هيك زي ما بعرف الطبقة اللي تقيلة بتنزل على قلبك. لا لا خفيفة. هي الكيكة باخر حياتها. خليني اضبط لكم صراحة زاكي كثير، بس اعتمادا على شخصيتكم يمكن بتحبوا تاخذوا شقفة اصغر من اللي انا وريتكم اياها. مصفي فيه كثير سكر، فيمكن بعض الناس ما بتحب هذا الشيء. بس هي كيكة زاكية صراحة. واحدة من احلامي كشخص على السوشيال ميديا اني اعمل دعايات اكل. انا والاكل قصة غرام ما إلها مثيل، صدقوني. هيك صار كثير حلو فعلا.
معني انا من النوع اللي بيحب الحلو. عن جد واحده من الشغلات اللي انا ان شاء الله بتمنى انها تصير معي اني ابلش اعمل دعايات اكل مطاعم، إشي صحي إشي مش صحي، إشي همبرجرات إشي ستيك إشي ما بعرف شو، ايطالي ياباني صيني. بحب الاكل كتير وبحب انوع واجرب شغلات كمان، فاذا هذا بصير جزء من شغلي واو. هاي الساعه تقريبا 7:15 وما رحت على التمرين اليوم. لما رحت على العلاج الطبيعي حكيت لالكس قلت له مان انا من ورا ركبتي حاسس في عضله مشدوده بتوجع، ففحص لي اياها وفي هيك زي مساج جان هيك برر على العضل، وعمل لي هيك كمان هاي الحديد اللي شفتوها انتم بالفيديو الماضي، عمل لي منها كمان ودلك لي اياها وهيك. قلت له قالك شو بتنصح اروح التدريب ولا لا؟ قال لي محمد اذا لازم تروح روح، يعني شو اذا فرض، بس اذا في عندك خيار انك ما تروح قال لي بفضل لا، لانه هيك انت ممكن تزيد فرصك بالاصابه. فشو المغزى من هاي القصه؟ انه مرات الواحد لازم يعرف لما هو ما بده يلعب رياضه هل جسمه اللي بيقول له محمد انا تعبان فعلا محتاج راحه، ولا عقله بيكون مكسل؟ لانه في فرق كبير بين هذا وهذا. لما عقلك يكون مكسل انت هيك عم بتضر حالك، لانه انت قادر وبس عم تصنع حجج عشان ما تروحش تلعب رياضه. بس لما جسمك يكون تعبان انت هيك كتير ممكن تكون بتجازف وممكن بسهوله تتصاوب، لانه في كتير ناس ما بتعرف الفرق بين العقل لما يقول لا ما بدي وتعبان وهيك، وبين الجسم لما يعطيك انت زي اشارات انه محمد وقف هدي لازم ارتاح شوي. فضروري تعرفوا هذا الاشي حتى لو انتم بتدرسوا. مرات لما نكون ندرس ويكون انتباهنا مشتت وهيك بنقول لا والله تعبت، مع انه هو العقل بس ما بيكون مركز. ومرات بتكون تدرس انت ساعات طويله وادائك شوي 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 بنزل، فهي يمكن تكون علامه انه جسمك بلش يتعب. فضروري احنا نعرف نميز بين انه العقل بلش يتعب او انه الجسم تعبان. بشكل مختصر بدي احكي لكم انا عن كيف بشتري بعض الاشياء. انا محمد طبيعتي طبيعه كيف بشتري هي بناء على الحاجه، يعني انا مثلا نادر 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 ما اشتري بوت اذا اللي قبليه ما كان خربان. يعني مثلا عندي بوت رياضه معين ما حشتري بوت رياضه جديد اذا اللي عندي مش خربان، حتى ولو يمكن هذا الثاني سعره كتير مناسب يعني عليه عرض وخصم وما اعرف شو. انا بالنسبه لي كمحمد عاده ما حشتري بوت الا لما اللي عندي يخرب. هذا اول جزء انه انا بشتري عند الحاجه. الجزء الثاني من طريقه تفكيري بموضوع الشراء اني انا بحب اشتري واكافئ حالي، ما بحب اني اشتري بس هيك. الاستثناء الوحيد اللي يمكن بعمله هو موضوع الكتب. فإحنا حكينا إنه بشتري أنا عند الحاجة، بشتري كمكافأة. والإشي الثاني إنه أنا لما ما يكون عندي مصدر دخل ما بحب أصرف المرة. يعني أنا مثلا هلا أبوي بعطيني مصروف، أنا هذا المصروف يدوب 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 بستخدمه، لأني أنا قاعد في البيت طول النهار يدوب بروح على العلاج الطبيعي وبرجع. لما كنت في الجامعة كنت بشتغل، يعني كنت بدرس صفوف وهيك، كان يجيني دخل من هذا الإشي. وقتها كنت أحب إني أنا أكافئ حالي بشغل هيك شغل هيك شغل هيك، لأنه حسيت إنه هاي فلوسي أنا بتحكم فيها، إشي كنت بحوش، إشي كنت بصرفه، إشي كنت بستخدمه عشان أشتري كتب. يعني الله يجزيهم الخير الأهل، يعني دائما بحاولوا يساندوني بقدر الإمكان. بس أنا هيك بحس إنه حاليا لما أنا ما يكون لسه عندي راتب مزبوط من ورا الشغلة اللي أنا بسويها، لازم أنا يكون موضوع الصرف أو موضوع إني أنا بشتري الشغلات على قد حالي. والبوت اللي انا جبته صراحه مش اني انا جبته بس هيك، عندي انا بوت رياضه يعني باخر عمره تقريبا، وصراحه يعني انه كان سعره 800 درهم انا جبته ب 360، يعني واو الحمد لله. على كل حال ان شاء الله تكونوا حبيتوا انتم هذا الفيديو، حاولت اني اخليه شوي خفيف، بحاول هني اكثر من شغله. خلينا نشوف عدد ساعات المشاهده وننهي الفيديو. الحمد لله كثير مبسوط كثير مبسوط. شوفوا هالشيء هذا، صوره مين هاي؟ على شارع الجميره جنب محل مدفون السدة وعلى الحطب، صورة إلي على هاي الجهة وصورة إلي كمان على الجهة الثانية. أيوة إذا بتدققوا منيح هيها. فالحمد لله عن جد كتير مبسوط، شكرا كتير لكم على كل الدعم، واللي عن جد كان هو سبب رئيسي بعد رب العالمين انه وصلني هذا الاشي، شكرا كتير لكم. بس التذكير انا هيني بالبجامة. اول مقطع من الفيديو لما كنت في السيارة بجرب القهوة هذا كان يوم الاربعاء، تاني مقطع من الفيديو لما لفينا دبي وبعدين جربنا الكيك وهذا الحكي كله كان يوم الخميس، واليوم يوم الجمعة. فعدد ساعات المشاهدة بناء على يومين من الاداء، فخلينا نشوف شو هو. خلينا نشوف. بسم الله. ألف ومئتين، حلو 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 الحمد لله، يعني تقريبا فوق 100 ساعة مشاهدة. وأظن سبب كبير وراء هذا الإشي هو إنه هذا الفيديو كان طوله 21 دقيقة. زي ما احنا شايفين عدد الفيوز عليه عادي جدا، حتى الكومنتات قليلة، يعني شوفوا الكومنتات عم بتقل أظن عشان يعني يمكن الناس ما عم بتخلص الفيديو. مش مشكلة، يعني ما بتوقع إنه كل حد دائما يحضر وكل حد دائما يعمل كومنت. وأنا عارف إنه هذا الرقم كل ما طلع كل ما إيش عدد الناس اللي حضروا صار يمكن أقل، وهذا مش مشكلة بالنسبة لي، لأنه أنا بس عم بحاول إنه بأسرع وقت ممكن نوصل 4000
عشان بالاخير ممكن الواحد يبلش يجرب شغلات جديد بناء على الدخل اللي بيجي من اليوتيوب. يعني ابلش انا استثمر بفيديوهاتي كنوع من انه الفلوس تجي من يوتيوب انا بحطها في اليوتيوب، تجيني من يوتيوب بحطها في اليوتيوب، فهذا ان شاء الله ممكن يساعد، ممكن وقتها اقصر الفيديوهات بس اخليهم احلى. فهذا هو التفكير الحالي اللي في بالي. وانا نسيت اشكركم بنهايه الفيديو اللي كنت لابس فيه ابيض، هيني انا في البجامه هلا، فشكرا كثير لكل حدا حضر، وان شاء الله اليوم كمان بالليل حينزل فيديو ثاني، فاستنوني. شكرا عن جد لكل حدا عمال يحضر الفيديوهات النهائيه.